افتتحت المراكز الإشرافية أبوابها لعرض جداول الناخبين ابتداء من اليوم الخميس ولمدة 7 أيام متواصلة. نحن واثقون بالناخب البحريني بأنه واعي وحريص على المشاركة في حقوقه السياسية. لا توجد أي تغييرات في الدوائر كما هي، وهناك مجمعات على المدن الجديدة فقط، ولكن لا توجد أي تغييرات في الدوائر. بالنسبة إلى الاستعدادات تجهيز مراكز التصويت لذوي الهمم، هل أخذتم هذا الأمر بعين الاعتبار؟ بالطبع والتأكيد، واللجنة التنفيذية حريصة منذ بدء، وهذه ليس فقط في مراكز الاقتراع، هي بادئة من أيضا من مراكز الإشرافية في جميع مراحلها، مراحل كشوف الناخبين وأيضا مراحل الترشح. كنا مستعدين، وممكن تشوفين أنت اليوم اللجان الإشرافية هذه ثمرة المجهود اللي انبذل في الفترة السابقة، وغير ذلك أيضا عندنا الموقع الإلكتروني اللي أعتقد محل اللجان الإشرافية، وكثير من الناس يفضلون الدخول الموقع الإلكتروني والتأكد من الاسم وصحة البيانات أكثر من يمكن أنه يحضر للمركز الإشرافي. طلبات تقريبا في الساعتين الأوليتين خلينا نقول قرابة 20 يعني طلب. أرجع موضوع الهدوء اللي تكلمتي عنه إلى أن طبعا الوسائل الإلكترونية اللي الحين يحق الاعتراض على عن طريق الأونلاين عن طريق الموقع، فهذا يمكن أثر، وفي بعض الناس حريص أنه يحضر بنفسه أو ما يعرف استخدام الأجهزة فيلجأ لنا. الحمد لله بأن احنا نعيش في مملكة البحرين مرحلة جميلة جدا من الديمقراطية، يمكن نشوف في امتعاض كثير من قبل الناس، استياء كثير من أداء المجلس السابق اللي احنا سعينا من خلاله ان احنا نلبي طلبات المواطن في مملكة البحرين، ولكن لله الحمد ان احنا يمكن مرينا في ظروف فترة كورونا، وكان التركيز الأكبر لهو سلامة أهل البحرين، وهذه توجيهات سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن احنا كنا جزء من فريق البحرين. وتستقبل اللجان الإشرافية طلبات تغيير العناوين، تصحيح بيانات الناخبين، وإدراج الأسماء والاعتراض.